بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك امير المؤمنين وامام المتقين صلى الله عليك يا سيدي يا ابا عبد الله ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون امنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد <applause> حديثنا باذن الله تعالى يكون حول بعض الفرق المسيحيه الموجوده في العالم اليوم والموقف الاسلامي من المسيحيه والمسيحيين الايه المباركه تتحدث عن كلمه السواء التي يمكن الاتفاق عليها بين المسلمين وبين اهل الكتاب فتقول قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء هناك نقاط مشتركة بين اتباع الديانات السماوية الذين يرجعون إلى الكتب الثلاثة فينبغي أن يكون هذا منشأ لتوافق اجتماعي وتعاون على جمله من الامور التي يتفق عليها هؤلاء وهذه دعوه بالفعل الان ينبغي ان تكون محط الانظار عند ارباب الديانات هناك الكثير من القضايا المشتركه التي يمكن ان تشكل ارضيه للتعاون بين قادتها وبين اتباعها مثلا قضايا الالحاد قضايا رفض الايمان في العالم بالرغم من اننا ذكرنا في الليالي الاولى ان حاله اللا ايمان اللا دين الالحاد بمختلف اشكاله لا تشكل نسبه كبيره على مستوى البشريه ولكن هذا المقدار ايضا لو تعاون ارباب الديانات في مواجهته بإيضاح الحقائق وبنشر الإيمان الصحيح لتراجعت هذه النسبة التي قدرت من قبل بعض الإحصائيات بستة عشر في المئة من سكان العالم مع أن بعضهم يشكك في هذا الرقم ولكن باي نسبه كان لا ريب ان مواجهه الالحاد والدعوه الى الايمان بالله عز وجل هو من الامور المشتركه التي تهم الانسان المسلم وتهم الانسان اليهودي وتهم الانسان المسيحي وهكذا ارباب هذه الديانات فهي نقطة مشتركة، غير الموضوع العقدي، الموضوع الاخلاقي على مستوى البشر، بدل التهتك الاخلاقي، بدل انهيار العلاقات العائلية والاسرية، لا ريب ان حمايه الاسره لا ريب ان الدعوه الى الالتزام الاخلاقي هو مما يحرص عليه المسلم واليهودي والمسيحي في ديانته كل بحسب توجيهه ولكن هذا يعتبر نقطه اشتراك صيانه العائله والاسره الحرص على عدم التفتت الاجتماعي، العلاقات المناسبة، تقليل الحالات الجنسية خارج إطار العلاقة الزوجية، هذا من الأمور التي ينبغي أن تكون مهمة لدى أرباب هذه الديانات ولدى أتباعها، ومن الممكن ان تشكل محور تعاون بين هؤلاء مواجهه المخدرات وما يرتبط بكل شيء يغيب العقل ويحطم البناء الداخلي للانسان هذا من الامور المشتركه انت لو سمعت عظه مثلا لواحد من ارباب الكنيسه في هذا الامر لو استثنيت منها بعض المقولات المنقوله من الانجيل لحسبت نفسك تسمع واعظا دينيا ليش لان هذه من القضايا المهمه التي ينبغي الاتفاق عليها الدعوة إلى الائتلاف ومحاربة الحروب الأهلية، صنع السلم الأهلي في المجتمعات الخليطة، عدم التحريض من كل فئة على فئة، هذا من الأمور المشتركة التي ينبغي أن تكون، فإذا كان في منطقة أكثرية مسيحية مثلاً، لا ينبغي ان يكون المسلمون ضحايا التحريض واذا كان في منطقه اخرى اكثريه مسلمه لا ينبغي ان يكون المسيحيون ضحايا التحريض هذه من الامور التي كلها ينطبق عليها كلمه السواء يعني التي نتفق عليها واول تلك الاتفاق على الايمان بالله عز وجل ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله هذه من القضايا المسيحيون يقولون نحن نعبد الاله الواحد واليهود كذلك والمسلمون كذلك نعم في بعض تفاصيل اعتقادهم في تقديرنا هناك خلل ولكن يبقى هذا الشعار من الممكن ان يكون جامعا بين الناس ولو فرضنا حصل هذا الامر لوجدت ان اغلب البشريه تستطيع ان تتفق على جمله من القضايا تصور ان عالم تسعين في المئة من خمسة وثمانين في المئة من ثمانون في المئة من يتفقون على قضايا من أرباب هذه الديانات إلى أتباعها كيف ستكون صورة العالم فإذا الآية المباركة دعوة إلى كلمة السواء دعوة إلى الانسجام دعوة إلى التفاهم دعوه الى التواصل دعوه الى التركيز على المشتركات بين البشر لما فيه مصلحه البشر هذه مقدمه لتكن لحديثنا طبعا عندما نحن ايضا نبدي بعض الملاحظات على الديانات الاخرى هذا لا يخالف ذاك في النقاش العلمي وفي إيضاح كل طرف لحقيقة مبدئه وانتقاده للمبدأ الآخر ما دام ضمن إطار علمي ونقاش فكري هذا لا محذور فيه عندما نقول نتفق على المشتركات لا يعني أنني أقول أنني أؤمن بدينك أو أنك تؤمن بديني لا هناك مشتركات معينة يمكن التوافق عليها ولكن يبقى انني اعتقد ان ما لدي هو الحق ولي الدليل وانت تعتقد ان ما عندك هو الحق ولك الدليل ويصير هنا النقاش نقاش نظري وعلمي ضمن هذا الاطار نتحدث عن الفرق المسيحيه التي توجد في العالم اليوم كنهاية لحديثنا في الليالي الماضية عن قضية المسيح كشخصية وحياة وقصة والمسيحية كعقائد وآراء وأفكار اليوم في هذه المحاضرة نتحدث عن المسيحية كفرق ثم نتخلص الى الحديث عن الموقف الاسلامي تجاه المسيحيه والمسيحيين بعد الصلاه على محمد وال محمد الفرق المسيحيه كثيره جدا وهذا على خلاف ما قد يصور للناظر من ان المسيحيين تيار واحد منسجم متالف الى غير ذلك لا هناك فرق للمسيحيه يصعب عدها وحصرها مثل ما هو الحال ايضا في الحاله الاسلاميه ومثل ما هو الحال في الحاله اليهوديه ولكن ابرز واعظم هذه الفرق والكنائس حسب تعبيرهم هي ثلاث كنائس وثلاث فئات الفرقه الاولى هم الكاثوليك والفرقه الثانيه البروتستانت والثالثه الارثوذكس طبعا في كل فرقه من هذه الفرق كنائس متعدده وطرق مختلفه واراء كثيره ولكن هذه النقاط هذه التيارات هذه الفرق هذه الكنائس هي الكنائس الرئيسيه المسيحيه في العالم هم يتحدثون عن ان المسيحية اليوم هي أكبر أديان البشر ويقدرون عددهم في بعض الإحصائيات بمليارين ونصف المليار 2500 مليون إنسان ينتحل المسيحية وينتسب إليها على اختلاف هذه الفرق والطوائف بطبيعة الحال هذه الإحصاءات لا يمكن التوثق منها لأنها تتأثر بدرجة أو بأخرى بمن يصدرها لا سيما إذا كان من يصدر هذه الإحصائيات أو من يخاطب بها في ذهنه انه يوجد ارتباط بين الحق وبين الكثره ولا ارتباط انا مثلا اذا مسلم اقول لا المسلمون اكثر الديانات ليش لان في بالي ما دام اكثر اذن يعني هم الحق ذاك يقول لا المسيحيون هم اكثر لان في ذهنه ان هناك ارتباطا بين الحق وبين الكثره انا اقول السنه اكثر في العالم لنفس الغرض، أنت تقول الشيعة أكثر لنفس الغرض، وهذا الارتباط لا أصل له، لا يوجد أي ارتباط بين الكثرة وبين الحق، ولو كان هناك ارتباط لكانت البوذية مثلاً أكثر حقاً من الإسلام، مع أنه مو ديانة إلهية أصلاً. طيب. فإحنا لما نذكر هذه الإحصائيات اعتمادا على ما هو مذكور ومتداول لا أننا نقول أنها صحيحة وتم التوثق منها هم يقولون هذا من بين هذه المليارين ونصف المليار يوجد حسب ما يقولون مليار ومئتين مليون مسيحي كاثوليكي الكاثوليكيه هي الاتجاه التقليدي الكلاسيكي في المسيحيه وهم يعتبرون نفسهم الممثلين العاديين والحقيقيين للمسيحيه عندهم مركزيه وقيادة للعالم المسيحي معروفة في الفاتيكان الفاتيكان تعتبر أصغر دولة في العالم فيها حكم ذاتي كل مساحتها نصف كيلو متر مربع يعني يمكن مثل حي من الأحياء اللي يعيش فيها الإنسان نصف كيلو متر مربع وعدد كل سكانها ثمانمائة شخص ولكن هذه دوله لها عمله ولها جواز ولها امور مختلفه كل ما يرتبط بالدوله باستثناء الجيش وزاره الخارجيه والا باقي امور الدوله موجوده فيها وتقع في قلب روما عاصمه ايطاليا هذه اعتبرت منذ تسعين سنه مركز المسيحيه في العالم لا سيما بالنسبة إلى الكاثوليك وهناك عندهم الكتب القديمة، المخطوطات، المعاهد الدينية المسيحية، التراث المسيحي. إذا أردنا مجرد تشبيه كيف أن الحوزات العلمية في الأفق الشيعي تختزن عندها العلماء الكبار، المخطوطات المهمة، الكتب الكثيرة، الدروس الحوزات العلم الديني شلون هذا بالنسبه الى الشيعه في الحوزات المركزيه موجود بالنسبه الى المسيحيين الفاتيكان تشكل هذا المعنى وقد اتفق البابا في زمانه مع موسوليني الحاكم الايطالي المعروف على ان تكون هذه بمثابه دوله شبه مستقلة ما تتدخل فيها بعد الحكومات الايطالية وهي مركز المسيحيين الكاثوليك يعتقدون بنفس ما ذكرنا في الليالي الماضية من قضية التثليث ذكرناها من موضوع التوسط والشفاعة أيضا ذكرناه وما ذكرنا أيضا من قضايا الإنجيل وما جاء فيه وكل هذه التي العقائد التي يلتزم بها المسيحيون اصلها موجود لدى الكاثوليك باضافه امور قد لا يعتقد بها سائر المسيحيين. قضيه الفداء، الخطيئه والغفران تحدثنا عنها في الليله الماضيه اضافه الى ذلك يعتقدون مثلا بعصمة البابا عندما يكون على كرسي الكاتدرائية، يقولون ان البابا ولنفترض البابا الفعلي الآن عند هو خليفة بولس الرسول وبولس خليفة المسيح ولما يجلس على كرسي الكاتدرائية مثل الحاكم عندما يجلس على كرسي الحكم هذا يكون مسدد من الروح القدس فيكون معصوما عن اتخاذ القرارات الخاطئه او الكلام غير الصحيح في هذه الفتره يكون معصوم برا مو بالضروره ولكن عندما يكون على هذا الكرسي يكون معصوما هذا بالنسبه الى سائر الكنائس المسيحيه ما يعتقدون فيه ولكن الكاثوليك يعتقدون به قضيه اعتراف امام الكاهن موجوده عند الكاثوليك صكوك الغفران صارت عند الكاثوليك طيب وامثال ذلك من الامور هذه تشكل الاتجاه التقليدي لدى المسيحيين وعقائد اخرى الفئه الثانيه هم البروتستانت بروتستانت كما تعلمون معناها محتج معارض نشأت قبل خمسة قرون قبل خمسمائة سنة من الزمان نشأت هذه الفئة ما كانت موجودة قبل كاثوليكية يفترض هي الوريث العادي لتراث المسيحية من بعد زمان السيد المسيح وإجوا الرومان آمنوا بها بعد القرن الأول والثاني واحتضنتها الدولة الرومانية وحمتها ونشرتها ودافعت عنها طيب وإلى الآن تلاحظ أن مركز الكنيسة هو في روما البروتستانت قبل خمسمائة سنة صاروا وذلك عندما جاء راهب ألماني في الأصل هو كاثوليكي هو مارتن لوثر قبل خمسمائة سنة هذا الراهب الكاثوليكي الألماني بعد أن ترقى في درجات الرهبنة وهذا السلك تدرون أيضا في ضمن الكنيسة الكاثوليكية لا يتزوج الراهب فورطة ورطة رجال الدين الحمد لله احنا مو كاثوليك زين الراهب لا يتزوج الراهبة لا تتزوج الإنسان العادي إذا تزوج لا يستطيع أن يطلق طيب وأمور أخرى عندهم لو نريد نخوض في أمر الاختلافات بينهم يطول بس هذا تعريف سريع ف هذا الرجل كان في اول امره مارتن لوثر راهب كاثوليكي مسيحي في المانيا لما ترقى اراد ان يحج الى الفاتيكان شلون مثلا طالب العلم اذا يدرس في بلده يخلص المقدمات يقول انا اروح اريد اشوف الحوزات العلميه الكبيره بحوث الخارج علماء الكبار كيف يستدلون المحققون ففي ذهن فد نظرة جدا عالية هذا أيضا نفس الشيء ذهب يحج إلى الفاتيكان من ألمانيا باعتبار أن هذا مركز النور والقداسة المسيحي لما إجى إلى هذا المكان شاف اللي في ذهنه مختلف تماما عما رآه في الواقع ذيك الفترة بالذات أيضا نشطت فكرة سكوك الغفران لذكرنا في ليلة مضت كيف أن الكاهن كان يأتي المذنب أمامه ويعترف إليه بذنوبه فيغفرها الكاهن له وإذا أراد كريدت على سنوات جديدة يعطيه لقدام أيضا فد عشر سنوات عشرين سنة في مقابل مبلغ مالي وتاجر بعض الكهنة والسياسيين بهذا الامر طيب فلما اجا وشاف مثل هذه الامور انقلبت نظريته تماما وقال هذا لا يمكن ان يكون دين عيسى ابن مريم مستحيل ان يكون ما رايته في الفاتيكان هو دين عيسى ابن مريم وبدا ينتقد الكنيسة الكاثوليكية في مختلف الأمور أول شيء صكوك الغفران قال هذه هرطقة وهذه تجارة بالدين وهذه استغلال لاموال الناس ولا يمكن أن يستلمها الإنسان حلالا أبدا وأعلن ثورة عليها إجى إلى عصمة البابا شنو البابا معصوم متى صار معصوم لما يكون برا فبيتهم مو معصوم لما يدخل هنا يقعد على هذا الكرسي يصير معصوم شلون يصير معصوم وين علامات عصمته كيف ينزل عليه الملاك من خبر عن هذا الحكي اصلا حال حالنا انا لو صرت انا مارتن لوثر لو صرت ايضا واحد من البابوات لانه بالتالي هي مراتب الى ان يوصل الى هالمكانه انا لو صرت ايضا بابا عدكم انا معصوم بس انا ادري عن روحي ما معصوم أنا أدري عندي أخطاء وعندي شهوات وعندي وعندي وإلى آخره، طيب. فثار أيضا على موضوع عصمة البابا. إجا إلى موضوع القداسة، عندهم الكاثوليك موضوع القديسين أنه يطوب حسب تعبيرهم فلان بمناسبة إما خدماته للكنيسة أو بإعتبار علو ايمانه او تاثر الناس به يعلن انه قديس من القديسين حتى الى هذه الايام قبل مده من الزمان اعلنوا ماريا تريزا هذه راهبه كانت في افريقيا ودعت الى المسيحيه فطوبت قديسه اعلنت قديسه من القديسات شلون مريم العذراء قديسه شلون حنه والده مريم قديسه هذه ايضا قديسه، شنو هذا الكلام من وين جايبينه؟ هذا قديس وذاك قديس. الانسان بعمله ويستطيع سواء اعلن من الكنيسه انه قديس او ما اعلن اذا كان عاملا عملا صالحا فهو عند الله مقرب والا فلا والاعلان وعدم الاعلان لا اثر له. ومجموعه من هذه الامور قال ليش الرهبان ما يتزوجون ايضا ورطه يتورط لماذا لا يتزوج الراهب ولماذا لا تتزوج الراهبه لا احنا احسن من ابراهيم النبي الذي هو ابو الانبياء ولا احسن من موسى الذي هو اساس اليهوديه والمسيحيين ولا احسن من داود ولا سليمان ولا يوسف ولا ولا كل واحد بدل الزوجه عنده زوجات فلماذا نحن الرهبان اللي احنا نعتبر تلامذتهم لا نتزوج؟ لماذا الراهبات لا يتزوجن؟ السا عيسى وامه عندهم خب تزوجت، مريم عند المسيحيين تزوجت فيما بعد. يقول هذه ام المسيح تزوجت، عيسى لسبب او لاخر لم يتزوج لانه ابن الله، لانه كذا شيء خارج اما سائر الناس الرهبان لماذا لا يتزوجون؟ ولماذا الراهبات لا يتزوجن؟ وكانت مشكله فعلا والى الان في الكنيسه الكاثوليكيه المشكله موجوده ان تكبت نداء طبيعي في داخل الانسان الرغبه في الزوج من المراه والرغبه في الزوجه من الرجل هذا اذا الانسان ما استشعره يتبين انسان غير طبيعي. ولذلك في الكنائس أكو مشاكل قبل يمكن ثمانية أشهر صارت مشكلة جدا كبيرة وصلت إلى الفاتيكان وقال تسوي لجنة تحقيق لأن هناك اعتداءات جنسية كثيرة جدا سجلت شكاوى مئتين شكوى اعتداء على أطفال في كنائس في أفريقيا ليش لأن هذا الراهب بالتالي عنده شهوة جنسية ولا يستطيع أن يفرغها به الحلال لأنه محرم عليه الزواج شو يسوي بنفسه يروح يسرق في هذا علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم هذه تصير طريقة اعتيادية عند هؤلاء مو كلهم ولكن بالتالي هذا على خلاف المسار الطبيعي للإنسان طيب لذلك القرآن الكريم لما يوصف هذا يقول ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم هذه بدعة هذه لم تكن صحيحا زين على اي حال فاجوا اعلن هاي الثوره الطويله العريضه استلم قضايا ليش لازم نقرا الصلوات باللاتينيه واحنا ما نفهم نقراها بلغتنا كانوا الى ذاك الوقت ما يقراونها الا باللغه اللاتينيه ليش انا ما اقراها بالالمانيه وذاك الفرنسي ما يقراها بالفرنسيه وعلى هذا المعدل هذا الاحتجاج ومنه سموا بروتستانت يعني محتجون هذا الاحتجاج لقي أصداء كبيرة بالذات لما رجع إلى ألمانيا الرهبان إجوا وراه وأيدوه هذا اللي يدور على مرة طول المدة الآن جت من الله وجابه طيب من واحد من الرهبان تلك الراهبة اللي أيضا تريد تتزوج نفس الكلام بعضهم لأجل هذا وبعضهم لأنهم رأوا أن هذه كلمات صحيحة وينبغي ان تقال هم ما كان عندهم الشجاعة ان يقولوها هو اعلنها على اثر هذا التفوا حولها الرهبان الناس ايضا عامة الناس شافوا فيها كلام جيد استغلها ايضا بعض الساسة الالمان هذا لابد ان يشار اليه بعض الساسة الالمان استغلوها ارادوا ان يبرزوا العنصر الالماني زين في الحالة المسيحية اجتمعت كل هالامور صارت البروتستانتيه طريقه بدات في المانيا واستقطبت عدد كبير جدا من الناس الكنيسه الكاثوليكيه اصدرت قرارا بحرمانه واعتباره مهرطقا هذا بعد خلاص لا يعبر عن المسيح وليس مسيحيا وليس راهبا ومفصول من الخدمه ولا يشكل لنا اي شيء هو بعد تمادى اكثر في التحدي وصارت هاي الكنيسه ذات اتباع صار اليها فلسفه، صار اليها اراء، هالاراء اللي قالها على سبيل الاحتجاج صارت كتب وثقافه وبدات تعم مناطق واسعه جدا من اوروبا وبدات تسري، الان يتحدثون ان البروتستانت قريب من 800 مليون انسان في الكره الارضيه. أمريكا على سبيل المثال أكثر المسيحيين فيها بروتستانت 160 مليون يتحدثون بريطانيا الكنيسة الرسمية بروتستانتية وأمثال ألمانيا أيضا كذلك في أفريقيا وصلت وعلى هذا المعدل هذا القسم الثاني القسم الثالث يسمونهم الارثوذكس ارثوذكس فئة قليلة هذولا قالوا احنا لا نقبل كلام البروتستانتية وإنما نرجع إلى الأصول والمصادر مالنا يعني ما نتدخل فيها ولا نحتاج ولا نعمل عقلنا ولا كذا ولا كذا طيب بل ما إليهم حق الناس أن يقرأوا هالأشياء لازم شنو من خلال هذا الفهم الذي يفهمهم إياه ارباب الكنيسه، ارباب الكنيسه يقولوا معنى هذه الجمله كذا لازم يقبلها، ما لازم هو يفكر فيها. اسلافنا السابقين من البابوات ومن الرسل ومن كذا هذولا اللي ينبغي ان نطيعهم ولذلك شبه بعض الباحثين هذه الفرق الثلاث تشبيها طريفا فيه طرافه يعني ليس منطبقا تمام الانطباق يقول الكاثوليك يشبه الحاله العامه للمسلمين السنه اكثريه في العالم الاسلامي ووضعهم عادي وهم يعتبرون انفسهم الورثه الاصليين لهذه المدرسه البروتستانت جماعة مال احتجاج ومال معارضة ومال كذا هذول يشبهون الشيعة والأرثوذكس يشبهون الاتجاهات السلفية في الأمة الإسلامية قلت هذا نوع من التشبيه في طرافة لا أنه يساوي هذه الفئات وأنه كلام صحيح 100% في المئة. طيب فهذه ثلاث فئات فيما بينها اكو اختلافات كثيرة في العقائد و بعض الباحثين يجيب قائمة كبيرة جدا من العناوين طيب ويقول هذا رأي الكاثوليك هذا رأي البروتستانت هذا رأي الارثوذكس الارثوذكس اكثر شيء في روسيا الآن الكنيسة الارثوذكسية مدعومة جدا من قبل الحكم الروسي ويعظم دورها طبعا قد يكون ايضا جزء منه جانب سياسي لمواجهه الاستفاده السياسيين الغرب من المسيحيه الكاثوليكيه او البروتستانتيه طيب فهذا اجمال الصوره عن المسيحيين الموجودين في العالم اريد اشير الى نقطه مهمه جدا هنا وهي احيانا يلبس فيها على بعض الجاليات الاسلاميه وعلى طلابنا في الخارج وهي اظهار ان الدين المسيحي دين محبه دين سلام دين ود ما في هذه الحدود الصعبه ما في هذه الجرائم ما في هذه الدماء لكن تعال شوف المسلمين داعش والحرق بالاقفاص والتغريق وقتل الانسان بالسكاكين وكذا 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 هذه صوره الاسلام وهذه صوره المسيحيه تسامح واذا ضربك احدهم على خدك الايمن فادر له خدك الايسر ادعو الى السلام من أحبني أو من آمن بي فسيحيا وإن مات إلى غير ذلك هذه الصورة الزهرية الجميلة الرائعة التي تقدم للمسيحية في مقابل الصورة البشعة العنيفة صورة القتل والدماء والحرق والتدمير التي تقدم عن المسلمين هذه فيها مغالطة وجه المغالطة ماذا؟ مرة تجي تقايس دين بدين ومرة تجي تقايس أتباع دين بأتباع دين ومرة ثالثة تقايس من هم معنونون بهذا العنوان ومن هم معنونون بذاك العنوان تجي تقول الدين المسيحي دين محبة زين تعال شوف إلى ما يدعو الإسلام يقول تعالوا إلى كلمة سواء الدين الاسلامي يقول: ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا الى ما انزل الى لما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع، وهذا ترى مو مدح مفتوح ها؟ مدح مشروط، مدح معلل، فرق بين المدح المشروط والمدح المعلل انه يدور مدار العله، انا اقول لك اكرم فلان لانه مؤمن، معنى ذلك شنو؟ لو صار مو مؤمن هل تكرمه؟ لا العله تدور ويا الايمان. "إهنان أقربهم مودة متى؟" لأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون أناس متواضعون فإذا ما صاروا متواضعون صاروا مستكبرون كما صنعوا في الحروب الصليبية حروب الصليبية بدأ من سنة ألف حوالي خمسة وتسعين للميلاد سبع موجات حروب صليبية أحرقت الأخضر واليابس زين لعل فاصل بعضها أربعين سنة كل ثلاثين أربعين سنة فد حملة من الحملات لا تبقي ولا تذر أمامها وين هذا لا يستكبرون هذول أقربهم مودة إذا كانوا لا يستكبرون إذا كانوا إذا سمعوا إلى ما أنزل إلى الرسول رأيت أعينهم تفيض من الدمع أما إذا جو مثل هؤلاء المجانين مجانين القوة هذول مو أقربهم مودة كلا زين، بس الاسلام يجي يقول هذول اللي على المسيحية الأصلية لم تتشوه فطرهم هذول اكو بينهم وبينكم مودة، أناس طيبون يمكن أن تدعوهم إلى كلمة سواء، سيتبين من بعض الكلمات أن الإنسان إذا تخلى عن توجيه الدين سواء كان مسيحي او يهودي او مسلم ماكو فرق يتحول الى وحش كاسر والى شيطان عنيد ما يوقف امامه شيء هذا الانسان شيطانه انما يحبس عندما يؤدب بادب الدين سواء كان الدين الاسلامي او الدين المسيحي او الدين اليهودي فإذا ما قام يلتزم بهذا خلاص هذا يصير مدمر وحش مدمر هذا الإنسان يتحول إلى شيطان شيطان عابر للقارات أصلا مو بس بالنسبة إلى أعداء في الدين حتى إلى إخوانه هاي المسيحيين تفضلوا انتم تقول المسيحية دين سلام ووئام وكذا والمسلمون قاعدين يقتلون ويدمرون إلى آخره تفضل تعال افتح بعض صفحات تاريخ المسيحيين فيما بينهم، اترك الحروب الصليبيه اللي ضد الاسلام، انقل لك بعض الاحداث كما ذكرها المؤرخون في سنة 1526 يعني بعد قضية البروتستانت بحوالي 20 سنة تقريبا تعاظم نفوذ البروتستانت في المانيا، صاروا فئة قوية وكذا أعداؤهم طرف المقابل منه كاثوليك مو مسلمون ولا ملحدون كاثوليك اثنيناتهم يقولوا الأب والابن والروح القدس التثليث يسوونه طيب مع ذلك قام كما يذكر هذا المؤلفون المسيحيون أنفسهم قام حوالي عشرين ألف من الألمان الجنود الألمان بمعونة الأسبان البروتستانت وهجموا على روما مركز المسيحيه الفاتيكان ودمروا المكان تدمير اول ما يبداون يشوفون وين اكو راهب من الرهبان يذبحوه وين راهبه من الراهبات يذبحوها وين اكو كتاب يحرقونه وين اكو ايقونات لان الكاثوليك كثير يهتمون بهاي الايقونات والرسومات لمريم العذراء ولعيسى وغيره كل هذا دمروه تدمير عن اخره طيب وكان نتيجة ذلك أن قتل كما قيل أكثر من خمسين ألف واحد هذا مسيحي يقتل مسيحي هذا شايل الصليب ويصلب عندما يتحرك وذاك أيضا نفس الشيء وين المسيحية دين المحبة هذا فعل مسيحيين الدين نعم دين محبة ولكن عندما يصير في أفراد ماكو فرق بين داعش وبين ذاك المسيحي في هذه الجهة. هذا انطلق شيطانه خلاص هذا واحد بروتستانت قتلوا كاثوليك عكس المسألة شلون في فرنسا ردا على هذا ردا على هالحالة بدأت بدأ الكاثوليك اللي كانوا أكثرية في فرنسا بدأوا مجزرة في البروتستانت استمرت أربعين سنة أربعين سنة حملات متتابعة واحدة من هالحملات في ميدان واحد في بلدة واحدة يسمونها سانت برليمي زين في مكان واحد قتلوا خمسة آلاف بروتستانتي غير اللي في غير هالميدان وغير هالمدينة وغير هالسنة مدة أربعين سنة إلى أن هاجر البروتستانت أكثرهم من فرنسا طلعوا برا خلاص بلدهم بس طلعوا منها لأنه سيقتلون يا هذا هذه هي المحبة هذا أدر له خدك الأيمن هذا اللي أنت تشترك وياه في التثليث هذا اللي تشترك فيه أنت تقول المسيح ابن الله هذا اللي تقدس نفس ما يقدس طيب لكن قلت لك الموضوع مو, مو موضوع دين مو موضوع انفلات شيطاني للغرائز الحيوانية في داخل الإنسان ما يختلف ذاك الوقت متدين ولا غير متدين مسلم أو غير مسلم إذا ما يضبطه الدين خلاص انتهى أمره هذا زين وأعظم من ما سموه حرب الثلاثين سنة أرجعوا إذا أحد يريد راجع تفصيل يكتب بس في محرك البحث حرب الثلاثين سنة شوف شنو من فضائع فيها حرب الثلاثين سنة بدأت هم على شيء تافه موكب ديني الكاثوليك طالعين في وين في ألمانيا أحد أعيادهم وعدهم هذول الكاثوليك هذا وهذا واحد من مسببات يعني من مثيرات النزاع في إيرلندا إيرلندا فيها كاثوليك و ودائما معارك بينهم الان اكو اتفاق سياسي بايقاف القتال، بس طول هالمدة الزمنية كان بينهم، هذا في ألمانيا نفس الشيء موكب ديني كاثوليك طالعين في أحد الأعياد، بروتستانت أكثرية، ما دام احنا أكثرية لازم شنو؟ نذيقهم حقهم، وقف قدامه، ارجع، ماكو يطلعون في الشارع، لازم بس داخل الكنائس لازم بس داخل الكنائس احتفالاتكم، طيب؟ لا وإيه ولا وإيه وضربة وكدمة وإلى آخره واحد طاح بدأت المعركة هذا يضرب ذاك يرد هذا يقتل ذاك يقتل الحكومة الرسمية البروتستانتية في ألمانيا زين بدأت بمساعدة الجماعة فبدأت المجزرة بدأت المذبحة صاروا الضحية منه كاثوليك هناك أقلية بقية الدول اللي أكثرية فيها كاثوليكية قالوا شلون ما نساعد ربعنا إحنا إذا خلينا نطيح في البروتستانت اللي موجودين إني اشتغلت في ذاك المكان بعض الباحثين يقول دخلت في هذه الحرب في الثلاثين سنة كل أوروبا باستثناء بريطانيا وروسيا كل أوروبا دول الاتحاد الأوروبي اللي الآن موجودة أسماءها كلها بحسب الخريطة القديمة دخلت في هذه المعركة زين معركة داخلية وحرب أهلية بين فريقين مسيحيين هذا يلبس الصليب ويقتل ذاك وذاك يلبس الصليب ويقتل هذا فلا تجي تقول لنا تبيع علينا انه احنا ترى كذا وكذا نعم يشهد لهؤلاء انهم بالتالي وصلوا الى العقل وصلوا بعد عدة قرون إلى أنه ترى ما يمكن للكاثوليك يقدرون يجهزون على البروتستانت ولا بالعكس لازم يتعايشوا سواء كان هذا أكثرية في هالبلد وذاك أقلية أو ذاك أكثرية في هالبلد وهذا أقلية لازم يتعايشوا على أسس المواطنة واحترام القانون وحرية كل إنسان في عبادته هذا إلى كنيسته وذاك إلى كنيسته هذا يقرأ ثقافته وذاك يقرأ ثقافته بس لازم الكل يكون أمام القانون واحد وصلوا إلى هذا العقل ولذلك انتظمت شؤونهم إن شاء الله بلاد المسلمين أيضا بدون ما تمر بحرب الثلاثين سنة وبدون ما تمر بمجازر الأربعين سنة يوصلون إلى العقل لينتهي لي بهم إلى أنه ترى لا أنا الأكثرية لازم أجبر الأقلية في بلدي على ما أريد ولا أنا اللي في مكان آخر أقلية يجبروني على ما لا أريد لأن القضية مختلفة هنا أنت أكثرية هناك أنت أقلية طيب فلازم يوصل المسلمون إلى هذا المستوى حتى يوصلوا إلى الحضارة يوصلوا إلى السلام في داخل مجتمعاتهم يوصلوا إلى العقل القران يقول مو فيما بين المسلمين يقول فيما بين اهل الكتاب اديان اخرى يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم في الموقف من المسيحيه احنا ذكرنا والمسيحيين ذكرنا عند الحديث عن الموقف من اليهود واليهوديه الامور الفقهيه المعروفه ان الراي الموجود الان المشهور هو القول بالطهاره لاهل الكتاب والمسيحيون من اهل الكتاب والقول بجواز التزوج منهم يعني ان مسلما يتزوج مسيحيه او يهوديه بعض العلماء يقول كل انواع الزواج وبعض علماء يقول فقط الزواج المنقطع المؤقت عكس ذلك غير جائز عندنا بإجماع الإمامية بل بإجماع المسلمين إلا من شذ أنه لا يجوز أن يتزوج أن تتزوج امرأة مسلمة مسيحيا أو يهوديا أمر الطعام غير اللحوم كما ذكرنا في حينها يجوز التناول منه والاكل باعتبار ما داموا طاهرين فلا محذور في ذلك يبقى موضوع الاكل عندنا خلافا لراي اتباع مدرسه الخلفاء اتباع مدرسه الخلفاء يقولون اي نعم وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ويتمسكون بهذا حتى في اللحوم عندنا بما ورد من روايات اهل البيت يستثنى منه الذبح لان الذبح له شروط خاصه ان يكون الذابح مسلما وان يسمي على الذبيحه وان يستقبل بها القبله وان يفري الاوداج الاربعه وهذه اما كل الشروط ما موجوده في ذبح المسيحي او بعض هذه الشروط غير موجوده والنتيجه تنتج عدم تذكيه هذه الذبيحه هذا فيما يرتبط بامور التعامل والتعاون معهم والتعاشر والناظم لكل هذا كما ذكرنا المشتركات قدر الامكان غير هذه الامور كل المشتركات في العقائد كالتوحيد والدعوة إلى الله أو المشتركات في الحياة الاجتماعية كالدعوة إلى الأخلاق وصيانة الأسرة أو المشتركات في صيانة العقل الإنساني بمنع المخدرات والخمور وما شابه ذلك هذه أمور مشتركة وإذا الإنسان أبرز الأمور التي يتفق فيها معها مع غيره تكون حجته اقوى ايضا. انا اذا ابدا اناقش المسيحي من عصمه البابا ما اصل إليه الى نتيجه، لكن اذا بدات اياه من توحيد الله من الممكن ان نلزمه ببعض الامور اللي هو ما يقدر ينكرها، وهذا هو من اساليب النقاش والاحتجاج التي قام بها امامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه امام اعدائه في كربلاء عندما ذكرهم بامور لا سبيل لهم الى انكارها وفي نفس الوقت هي محل تقدير من قبلهم ومحل اعتراف قال هل بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري ذاك الوقت لا فاجابوا لا أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ قالوا بلى. أوليس جعفر الطيار عمي؟ قالوا بلى. أولم تبلغكم مقالة رسول الله لي ولأخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ قالوا بلى. قال: ويحكم فلم تقاتلونني؟ أبي قتيل لكم قتلته؟ او بدم لكم سفكته او بمال استهلكته ام على سنه غيرتها ام على فريضه بدلتها فاصبحوا لا يجيبون قست القلوب فلم تمل لهدايه تبا لهاتيك القلوب القاسيه ماذا قطع مفراتهم حتى قضى ظما فغسل بالدماء القانية لما رأى أنه لا تفيد هذه الكلمات عرف المواعظ لا تفيد بمعشر صموا عن النبأ العظيم كما عموا فانصاع يخطب بالجماجم والكلا والسيف ينثر والمثقف ينظم ذكرهم ببطولة علي بن أبي طالب هجم عليهم هجمه الليث الغضبان وهو يقول انا الحسين بن علي اليت الا انثني احمي عيالات ابي امضي على دين النبي وهكذا اكثر الجرح والقتل فيهم حتى قال عمر بن سعد أو قيل عم أو قيل عمرو الزبيدي ويحكم لا تبرزوا اليه فردا فردا هذا ابن قتال العرب هذا ابن الانزع البطين ولكن احملوا عليه حملة رجل واحد لو بارزتموه بانفسكم فردا فردا لافناكم عن اخركم ونعم ما قال في وصف الحسين هذا الخطيب الرائع الملل عطية الجمر رحمة الله عليه صور لك ميدان المعركة بهذا التصوير البعيد الغريب بهذا التصوير البليغ في شجاعة الحسين وفي أهدافه يقول صول أبو سكنة وحيد لك وايان والخيل واهل الخيل فرت من المدى يومي لها بمها وتخر الجفوف فوق الترب وفراشه زنات والسيوف أولي على الخيام قلبه مشتعل والدمع مذروف ومن يلتهب وثلاث ايام عطشان مدعين للعسكار وعين على الصواوي نظرة على الشاطي ونظرة على المطاع سيف يكثرها ويخلي الواحد اثنين والاربعه واحد ينظمها بلسنا قحام وخلى الجيش يتطلب ملاجي والشمس غابت والعجاج اسدل الدياجي وعرج على طور المهار لله يناجي يعني اذا موسى راح الى طور سيناء لكي يناجي ربه الحسين على ظهر مهره ناجى ربه وعرج على طور المهار لله يناجي يا ربنا للشريع والناموس قربان دين الهدى لازم أجاهد في علاج والدارك وعدي بكل صورة وجاج يا ربنا ما لي بعد في العمر حاجة واترك الأمة جاهلية وتعبد أوثان جاهل الندى يا ربك وناجي عن الشهادة بالحشور ملزوم جازي يوم القيامة تلتقي طبها بأعادي واللي يواليكم يفوز بحور وجنة نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفه عين فض اللهم اخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين باحسن القبول الى ارواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات